إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وزوجه وذريته وأهل بيته الطاهرين أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين والشهداء الصالحين وأهل كل وأصحاب كل ثم إلى أرواح سادتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابي عبيده عامر بن الجراح والزبير بن العوام ثم الى روح الائمه المجتهدين ومقلدهم في الدين والى روح العلماء الراشدين والقراء المخلصين والائمه الحديث والمفسرين والفقهاء والعلماء العاملين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين ثم الى روح جميع اولياء الله تعالى اينما كانوا من مشارق الارض الى مغربها بريا وبحريا من يمينها الى شمالها خصوصا حضرة سلطان الأولياء سيدنا شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني البغدادي قدس الله سره سيدنا شيخ أبي الحسن الشاذلي سيدنا شيخ بهاء الدين النقشبندي سيدنا شيخ أبي حامد محمد الغزالي التوسي وخصوصا حضرة شيخ شرف هداية الله سنان قرن جدي سيدتنا شريفة هداية وشانور جدي وشيخ بيان وشمر شهادة الله خصوصا حضرة شيخ صمد الله بنغرن شكر بوانا حضرة شيخ مولانا حسن الدين بنتنا شيخ مولانا يوسف بنتن نخص خصوصا حضرة شيخ سماعون وشيخنا الله شيخ نقيد شيخ نعيم نخص خصوصا خاص لروحي صاحب الكرامة الفضيلة الشيخ عبد الرحمن الدباعي وشيخ جعفر البرزنجي وأصولهم وفروعهم وآل سلسلتهم والآخذين منهم رضي الله عنهم وغفر ذنوبهم وأعلى درجاتهم وأعاد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كرامتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. على هذه النية ولكل نية صالحة برضا الله تعالى وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنية القبول والوصول وحصول اتمام كل سول مأمول وصلاح الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة khususnya hajat pula sampean khususnya si hadir moga-moga diparingi sehat wal afiah amin diberkahakan lan digampakan rezekine amin diparingi keturunan saleh lan salihah amin Allah lan moga-moga khususnya si hadir segala hajat maksudnya dipun kabulkan dening Allah Subhanahu wa taala amin Allah kelawan syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunia dan akhirat Allahumma shalli alaihi amin Allah al-fatihah ya rabbi shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wasallam يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغ الوسيلة يا رب حصوا بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي وارضى عن المشايح يا ربي فرح والدينا يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي يا ربي
ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي بسم الله الرحمن الرحيم. الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الخالب الولي الطالب البعد الوارث المانح السانب عليم الكائن والبائن والزائن والدائب يسبح الآبل والمائن والطالب والغانب ويوحد الناطق والصامد والجامد والتائب يدلو بعدل الساكن ويشكر بفضله الضارب. لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في تركيب تركيب هذه القوانب خلق مخا وعدما وعدودا وعرقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مختلف مترادف صلى الله عليه مما يذافك يخرج من بين الصلب والطرائب. لا إله إلا الله كريم بسط الخلق بساط كرمه والمواهب يغفر في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فولي له المطالب فلو رأيت الحتام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النار ويولى الغيائب صلى الله عليه فيعودون قد فازوا بالمتلوب
القوم الرخائب. إلا الله فسبحانه تعالى ممن جوجد نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض أخره عن الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسمياء وأكرم العبائد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قيل هو آدم عليه السلام نبي على المراد صلى الله عليه الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب صلى الله عليه وإبراهيم عليه السلام إبراهيم به تقوم حجته على عبد الأصنام والكواكب صلى الله عليه وموسى عليه السلام خبيب وموسى خليم ومخاطب صلى الله عليه وعيسى عليه السلام قال عيسى يبشر به بين يدي النبوة كالحاج صلى الله عليه الخبيب الكريم الذي ألبسه غلة الوقار وتفجده بديجان المهابة والافتخار صلى الله عليه وعلى رأسه العشرة صلى الله عليه وعلى نبي استغرده من ابن غالب يموت أبوه وأمه ويكون جده ثم عمه الشقيق والغالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يبعث من جهامة بين يدي القيامة صلى الله عليه على محمد تدله الغمامة صلى الله عليه ويستحق فجر جبين ليل الدوائب صلى الله عليه من فمن يلحجب سامع يسمع سر القلم مزر من سماء باكستان صلى الله عليه وقبل ملك عير فجل مستخف من المحان والنار صلى الله عليه وسلم على نبينا الأشجار وخطبت وأحجار وحن إليه جن وحنين حزين النادي صلى الله عليه وغرقته بالبطام والمشاي صلى الله عليه ولا بين الكلمة على الدوام مراقب صلى الله عليه وإن قسم ويطوى ويثبت ولا يجاب صلى الله الله لا تنبغي قبله ولا بعده صلى الله عليه ولا سائر صلى الله عليه وصل عن العالمين ووصل إلى قبك حسين قلت له أنا الذي هو المخاطب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى قبل أن يبدا الفرس فقد نال جميع المآرب وإذا سلم المدد طيبة منه بأسرفه قال صلى الله عليه أرواح محبين على الأقدام والنجائم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلاة صلاة الله ما لاحظ كواكب على حمد خير من ركب النجائب. هذا حديث را باسم حبايب فالجنس وقر أوضاف الركاكيب ألم درى
صاح الضوء
محمد مولدا قد كان واجب صلاة الله ما لا أزكى واجب على حمد خير وراكب النجائب عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب تعم الآل والأصحاب دورا جميعهم وعثرته الأطايب صلاة بأشرف المناسب والمراتب صلى الله عليه أحمده على ما منع من المواهب صلى الله عليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المبعوث إلى سائر العجم والعارب صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أولي المآسر والمناقب صلى الله عليه صلاة وسلام دائمين متلازمين يدي ضائلهما يوم القيامة غير خائب سلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نستمتع بإيراد حديثين ورد أن نبيك مقدره عظيما صلى الله عليه وسلم وصراطه مستقيما صلى الله عليه سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الحديث الأول عن بحر العلم الدافق صلى الله عليه ولسان القرآن الناطق أوحد علماء الناس صلى الله سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألفي عام صل عليه يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم السلام وحملني بالسفينة في صلب النور وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأسلام الطاهرة صلى الله إلى الأرحام الزكية
الفاخرة صلى الله عليه حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقي على سباع قضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الثاني عن عضاء ابن يسام صلى الله عليه عن كعب الأقبال صلى الله عليه قال علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصمت صلى الله عليه. فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان صلى الله عليه مولده بمكة وجرته بالمدينة وسلطانه بالشام صلى الله عليه. يكس شعره وينتزر على وسده يكون خير الأمن أنبياء وأمتي خير الأمم صلى الله عليه. يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال صلى الله عليه. قلوبهم مصاعفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء صلى الله عليه. ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم صلى الله عليه. وثلث يأتون بذنوبهم وخطايا عظام صلى الله عليه. فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنهم فيقولون يا ربنا يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال صلى الله عليه. غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويقول الحق عزتي وجلاله لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي صلى الله عليه. أدخلوهم الجنة برحمتي يا أعز جواهر العقول صلى الله عليه. أصعد إكسير سر الوجود صلى الله عليه. فاتحك قاصر ولو جاء ببذل المجهول صلى الله عليه. واسدك عاجز عن حصر ما حويت من خصال الكرم والجهول صلى الله عليه. الكون إشارة وأنت المقصود صلى الله عليه. أشرف من نال المقام المحمود وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهود اللهم صل وسلم وبارك عليه. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب صلى الله عليه حتى أجروا لكم عرائس معاني أجل الأحباب صلى الله عليه. المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى إذا نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب صلى الله عليه. فلما آن أوان
نذور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنقيب المخلوق جبريل عليه السلام. يا جبريل ناد في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارة، فإن النور المسنون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء ينقله في هذه الليلة إلى بطن أمي مسرورا صلى الله يتيما وطهره وأهل بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى فاهتز العرس ضربا واستبشارا صلى الله عليه هيبة ووقارا صلى الله عليه وابتلت السماوات أنوارا صلى الله وبدت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ذراء وعن فقره وفضله إلى نهاية تمام حمله صلى الله عليه بها انطلق بدرب الخلق وضل الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك الله يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أشرق البدر منه البدر مثل حسن ما رأينا يا رسول الله قمت يا وجه الصرار الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك رسول الله صلوات الله عليك أبدى شمس أنت بدرا أنت نورا فوق نوري أنت إقصير وخالي يا رسول الله أنت سباح صداري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
رسول الله صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد مرحبا مرحبا يا عروس الخفيقين مرحبا مرحبا يا مؤيد يا مجد مرحبا مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا 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 يا خير داعي مرحبا مرحبا من رأى وجهك يا سعاد مرحبا مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا حوضك صافي المبرد مرحبا مرحبا بردنا يوم النشور مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا 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 يا خير داعي مرحبا مرحبا ما رأينا العيسى حناس بصارى إلا إليك والخامة مالك ظلت والمال صل عليك صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله وأتاك العضو يبكي خديعا بين يديك واستجارت يا حبيبي عندك ضبن ظهر صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول يا رسول الله عندما شد المحمل وتنادوا للرحيل يا الله جدهم والدمع سائل يا الله ظنوك
وكيف لي يا دليله يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله تبلغ لي رسائل يا الله عشوها الشوق الجزيل يا الله نحوها تلك المنازل يا الله في العشيات والبكار يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله سعد عبد قد تمنى وانجلى عنه الحزين فيك يا بدر تجلى فلك الوصف الحزين مرحبا مرحبا جند الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي ليس أزكى منك أسلا قلت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وولد صلى الله عليه وسلم محسونا بيد العناية صلى الله عليه مكحولا بكحل الهداية وأشرق ببهاء الفضاء صلى الله عليه وتلألأ الكون من نوري وأضاء ودخل في عظيم عظيم من بك من خلائك كما دخل فيها من مضى صلى الله عليه اول فضيلة المعجزات بخمود نار فارس وسقوط شرفاء صلى الله عليه ورمية شياطين من السماء بشوب المخرقات صلى الله عليه ورجل جبار من الجن وبصرع سلطنته دليل خاضع صلى الله لما تألق من سنة النور السادع صلى الله وأشرق من ماء الضياء اللامع صلى حتى عرض على المواضع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وما عسى قال فيما وصفه القرآن صلى الله عليه وعلى فضائله التعظيم
التوراة والإنجيل والزبور والفرقان صلى الله عليه وكلم الله له بين رؤيته وكلام صلى الله عليه وكلم اسمه تنبيها على علو مقامه صلى الله عليه العالمين ونورا وملأ بمولد القلوب سرورا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا بنورة من حاز كل كمان السلام عليك امين الله امين وسلم على سيدنا امين امين يا رب 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 يا واستبع سدنا في بدحي ونسوه وحينا من سجينا من سننه ومعدي وبدى لحبه وجمعته ودخلنا وفجرنا فإنه ورحولها وأنزل معه في قصورنا فإنه نزلها ورحمنا يوم سوق الحرب ورحمها أولتنا زيارته في كل سنة ولا تجعل من أمامنا ولا عن قدسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا أحدا إلا وصفت التوبة واستبعد اللهم إنا معنا بسند فقد الحاجة يا رحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة.